صفة السعي بين الصفا والمروة. صفا خمروة قلو ترتيب لاري. يبدأ أول ما يبدأ بالصفا. إن برنشي صفادان باشلانرغا تيش. نعم يأتي يصعد على الصفا. كيلادا شو صفا طاونا منه. يعني لا يلزم في الطابق الثاني والطابق الثالث السطح في دوار شيء دائري، هذا لا يلزم أن يدور حول هذا، نهاية الذي في الوسط الذي حد للعربات هذا هو بداية الصفا. لكن شيء شنشي تجلارندا عندها أيلانة ترغن بوشلق بار بلارنا أيلانة بشغو و فارس توغل إن برنشي شوشي جيرجا من أبجيتو قايا بزنتك تبيروشي كالاسنش بارترابيت شو جيرجا عنده بارب جيتو من الصفا إلى المروة شوط صفادان مروة بارب جيتو بو بر ايلانو غاكرا ومن المروة الى الصفا شو مروة دان اندي صفا غاقويتو بو شلوك بر ايلانو يعني يبدأ في الصفا وينتهي الشوط السابع عند المروة خم صفا دا باشلي خم مروة دا اندي بترا جيدنشي اندي ايلانو نب جيدنشي تو غارك نعم السنة أن يقف عند الصفا وعند المروة هم سنة بولب ترى عنده صفا دا خم مروة دا تقطب ترو يستقبل القبلة قبلها يونالة ويقول حميتة الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاث مرات الله أكبر الله إن بيجدب اشتاب قريته نعم ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده هذه المرة الأولى بعدها يدعو ثم ثاني مرة يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله ثم الثالثة نعم Хам шушы шай хайткан дуғаны айта, аннан соң енді дуға қыла, аннан соң енді тағы шушы дуғаны айта, аннан енді тағы дуға қыла. Нам. Бейна Сафа вал Марва ядъу бима ахаб йусалли аля ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям, йақра аль-Қуръан, йастағфир. Нам. Хам шушы Сафа ва Марва арасында жүргенде шулай Аллах тааланы зикр айта, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям истиғфар қыла. Инда аль-аламайн аль-хузр في منتصف تقريبا يسن له أن يسعى سعيا شديدا هم عند يشل على مقدار بلاشا عند صفا باشندار عند من دا عند إرادلار عند أزرق تزلاترغا بقوات عند يقررغا كرد نعم إذا انتهى على المروة الآن بقي عليه أن يحلق وهو الأفضل للرجال أو يقصر من جميع الرأس نعم هم إرادلار أگر دا عند مروة دا عند بترسك бизге инде тиешле ираплага инде шешни кырдыру инде бу яхшырак кырдыру фазилетлерек болуп тура нам окулна алмара тахуз миқдар унмула яъни хакада нам мин шаъра тажма шаъра фил халф хам инде хатын кыз арттагы шешин жийип инде бармак ушу хатлыккен инде шешин кыскартырга керек инде ва би хаза тамат ал умра ва лиллахил хамд хам шунун билан инде аллахка баршан мактаулар умра тартиби кулу тамамланды